للمنتخب المغربي ولجماهير المغرب وللجماهير العربية في كل مكان. هذا الإنجاز وهذا التاريخ. والآن أصدقائي وصلنا مونديال قطر 2022. احنا جينا، ما تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال تسنينا، هكا تغنينا بأسود الأطلس لولا منية وليد الركراكي مدرب منتخب المغربي وبوصفته السحرية مقادير دير النية ورضة الوالدين وروح المجموعة والقتالية وسير سير المغاربة كلهم معك راس لافوكا. هكا لقبات الجماهير المغربية كون علاقة حب واحترام بينو بين اللاعبين والجمهور. فشكون هو وليد الركراكي؟ وشنو قصة وليد الركراكي؟ وليد الركراكي من مواليد 1975 بمدينة كورباي بفرنسا، بدات مسيرته الكروية في الدوري الفرنسي والإسباني كمدافع صلب رجل الألقاب والأوسمة. وفي سن 21 سنة أبرز نجم الركراكي في نادي تولوز بعد ما كان جو الوقت مخصص للدراسة باش يرضي بوه اللي كان حارس على الدراسة ديالو. وليد الركراكي غادي يتفوق في قرايته وغيكون الأب راضي عليه حيت حقق ليه أمنيته فاش خدا شهادة جامعية في الاقتصاد. وهكا تفرغ وليد الركراكي لكرة القدم وأصبح أحسن ظاهر مع الفرق اللي لعب معها. هنا باب المنتخب كان مفتوح لوليد كنجم ومدافع صلب، ما كانتو في المنتخب ما كتناقش. وكانت أفضل مشاركة لوليد مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2004 بتونس تحت قيادة الأسطورة بادو الزاكي. بروح الدعابة والفكهة كان خالق وليد أجواء رائعة في المنتخب. هاد المشاركة اللي كانت مشرفة للمغاربة فاش وصلوا أصدقاء وليد المباراة النهائية أمام منتخب تونس اللي فاز باللقب. هنا وليد خطف الأضواء كمدافع صلب قهر أبرز مهاجمي الأفارقة، والمقابلة تألق فيها كانت قدام المنتخب الجزائري وقف في وجه المهاجمين الجزائريين فسرت المباراة بفوز المنتخب المغربي. خدا وليد أحسن لاعب في المباراة وكذلك أحسن مدافع أيمن في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004. رجعوا الأبطال أرض الوطن وكان استقبالهم من طرف الجماهير المغربية والملك محمد السادس اللي وشح أنذاك وليد الركراكي كلاعب بالوسام الملكي. وغاب وليد الركراكي على المنتخب المغربي بعد انتكاسة الكرة المغربية وإقالة المدربين. كان أول ظهور لوليد سنة 2012 كمساعد للمدرب رشيد الطوسي. هذا الأخير منجحش مع المنتخب المغربي وتم إقالة الطوسي ووليد كمساعد له. هنا وليد غاب فترة ورجع كمدرب مع نادي الفتح الرباطي سنة 2014. هذا الفريق اللي ما عمرو فاز بالبطولة الوطنية أكثر من 70 سنة، ولكن مع وليد قدر يصنع فريق قوي واللي أول مرة فاز بلقب كأس العرش والبطولة الوطنية. وبقى وليد الركراكي 6 سنوات مع الفتح من 2014 حتى 2020 غيولي مدرب للاتحاد القطري، ونجح الركراكي في قيادة الفريق للتتويج بطل للدوري القطري. وفي 2021 رجع وليد الركراكي أرض الوطن كمدرب للوداد البيضاوي اللي غادي يقود الفريق للتتويج بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا بجانب التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العرش. بعد ما استطاع نجم وليد الركراكي كمدرب وحاصل للألقاب كانت الجماهير المغربية تطالب برحيل خليل لوزيج مدرب المنتخب المغربي اللي كان جنرال وماشي مدرب كرة القدم. بالإضافة كانت عنده مشاكل مع اللاعبين اللي كان مغضوب عليهم من طرف واحد كزياش والمزراوي وأمين حارث، زائد خسارة المغرب أمام منتخب مصر في الدور 16. هذا المنتخب لجل اللاعبين من نادي الأهلي المصري اللي فاز عليهم وليد الركراكي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. واللي زاد الطين بلة هي مقابلة منتخب المغربي أمام منتخب أمريكا واللي ظهر فيها المنتخب المغربي ضعيف وإحنا على أبواب المونديال. هنا جاء التغيير وتم إقالة وحيد وتعيين وليد الركراكي والثقة اللي تعطات ليه باش يخوض غمار كأس العالم قطر 2022 كمدرب للمنتخب المغربي. كان قدام وليد تحدي صعب لضيق الوقت باش يوجد منتخب قوي للمنافسة في المونديال. كون وليد طاقم تقني ونادل اللاعبين كزياش ومزراوي وأمين حارث وخاد مقابلات ودية اللي بانت فيها لمسة وليد، وشفنا ملامح وجه المنتخب المغربي تغيرت الأفضل وبان منتخب قوي. وكانت إشارات كطمأن الجمهور المغربي. جاءت ساعة الحسم وقدم وليد اللائحة النهائية اللي غدا تخوض غمار هذا المونديال. في حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التاكناوتي، وفي الدفاع نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطيت الله، بدر بانون، أشرف داري، أشرف حكيمي، ناصر المزراوي، جواد اليامق. وفي وسط الميدان
كل من سفيان عمرابط، سليم أملاح، بلال خنوس، يحيى جبران، عز الدين أناحي، عبد الحميد صابري. وفي الهجوم عبد الصمد زلزولي، زكريا بوخلال، سفيان بوفال، إلياس شاعر، وليد شديرة، يوسف نصيري، عبد الرزاق حمد الله، حكيم زياش. بهاد النجوم دخل وليد الركراكي غمار المنافسة في المجموعة السادسة اللي ضمت منتخبات قوية كرواتيا وبلجيكا وكندا. حتى شي واحد ما كان يراهن على أسود الأطلس يدوزو الدور الثاني، ولكن في الملعب كانت الكلمة لوليد الركراكي واللاعبين. في 23 نوفمبر 2022 بدينا المقابلة الأولى أمام المنتخب الكرواتي واصف بطل العالم بملعب البيز. كانت المباراة كتميز بالندية بين المنتخبين، واللي أول مرة تيبان المنتخب المغربي عنده فلسفة كروية في الملعب أمن الدفاع ومعتمد على المرتدات. خرجنا تعادل ضد كرواتيا وخدينا نقطة ثمينة في أول مباراة. هاد النقطة اللي غتخلينا في المنافسة للمقابلة الثانية واللي كانت أمام المنتخب البلجيكي المصنف ثاني عالميا. يوم 27 نوفمبر 2022 بملعب تمامة تعزف النشيد الوطني المغربي شفنا بونو، ولكن تفاجأنا بمنير المحمدي في حراسة المرمى. كلنا حسينا بالخوف، ولكن مع بداية المباراة انبهرنا بتصديات خرافية لمنير المحمدي. بدأت ملامح المنتخبين كتبان بمحاولات خاطرة من كلا الطرفين. هنا زياش غادي يقوم بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات مشات قريبة من مرمى المنتخب البلجيكي، وهنا زياش نفذ ركلة حرة من الجهة اليمنى وخدعت الحارس واستقرت في الشباك، والكل اهتز بالفرحة. لكن الحكم محسبش الهدف بداعي التسلل، وجا خطأ في الجهة اليسرى. تقدم زياش وعبد الحميد الصابري، وبنفس طريقة زياش غادي يقوم الصابري بتسديد ضربة خطأ اللي خدعت الحارس، وتم تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 73. أبقينا متبعين المباراة على أعصابنا حتى الدقيقة 94 في هجمة مرتدة للأسود. قام زياش بدخول مربع العمليات ومرر الكرة لزكريا بوخلال، واللي اطلق رصاصة الرحمة للمنتخب البلجيكي بالهدف الثاني، لتنتهي هذه المواجهة بهدفين لصفر وضمان 3 نقاط زائد نقطة من المنتخب كرواتيا، ورد المنتخب المغربي الاعتبار ديالو من الخسارة أمام بلجيكا وتحديدا في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994. مشينا المقابلة الثالثة بأربعة نقاط وحنا بيدينا التأهل لمواجهة منتخب كندا لما بقى عنده ما يخسر. هذه المواجهة اللي جرات يوم 1 ديسمبر حقق المنتخب المغربي انتصار مهم لحساب كندا بجوج لواحد. الهدف الأول حمل توقيع حكيم زياش في الدقيقة 4، والثاني سجلوا يوسف نصيري في الدقيقة 23، ونفس اللاعب أضاف الهدف الثالث لكن ألغي بداعي التسلل. فيما سجلت كندا هدفها الوحيد بعد خطأ المدافع نايف أكرد اللي سجل الهدف ضد المرمى ديالو في الدقيقة 40، وانتهت المقابلة بجوج لواحد ليتأهل أسود الأطلس لتمن نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 عن جدارة واستحقاق بتصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط. حلم تحقق، وكررنا إنجاز مونديال 1986 ودزنا التومن، وكل شيء فرح معنا العرب والمسلمين والأفارقة. وهنا المنتخب المغربي أصبح منتخب العرب في التومن. احنا دابا في التومن ودخلنا مرحلة خروج المغلوب، وفي 6 ديسمبر كنا أمام منتخب قوي في الاستحواذ على الكرة اللي هو المنتخب إسبانيا. دخلوا المنتخبين في مواجهة نارية تهديد من هنا وهناك. انتهت المباراة بالتعادل ودزنا الأشواط الإضافية، وبقى التعادل السلبي سيد الموقف. وهنا سالوا الأشواط بالتعادل ودزنا ركلات ترجيح. هنا كل شيء وقف وقلبه كيزدح. تقدم الصابيري وسجل هدف، وتقدم اللاعب الإسباني وسدد الكرة وضربت البوطو خرجت. مونية قالها أضرب بوطو وتخرج. وتقدم زياش وسجل، وتقدم اللاعب الإسباني وسدد الكرة، وهنا بونو تصدى لها، وتقدم بانون وضيع بيلانتي. وكلنا خفنا وحتى هو بان عليه الخوف ليكون سبب في إقصاء المغرب. وتقدم لاعب إسباني وسدد الكرة، وهنا تصدي خرافي من بونو. أبقات لنا ضربة جزاء تسجل ندوز الربع النهائي. تقدم أشرف حكيمي للكرة وقام بتسديدة الكرة بطريقة رائعة وسجل هدف التأهل، وكتبنا التاريخ ببلوغ الأسود دور الربع النهائي كأول فريق عربي كيمر هذه المرحلة. وردينا الدين المنتخب الإسباني في مقابلة مونديال 2018 اللي عرفت مهزلة حكيمية. واش غنوقفوا هنا؟ طبعا لا. دابا حنا راه في الدور الربع النهائي، الشهية تفتحت للاعبين والجمهور المغربي والعربي والإفريقي والمسلمين. هذه المرة أمام المنتخب البرتغالي
مواجهة أقوى هجوم مع أقوى دفاع للمنتخب المغربي. انطلقت المباراة والكل كيرشح منتخب كريستيانو بالفوز في هذه المباراة، لكن الأسود زأروا في الملعب رغم لعنة الإصابات في ركائز المنتخب المغربي بحال نايف أكرد، ووقفوا أمام هجمات وتسديدات خطيرة للبرتغال، وكذلك المغرب كان خطير في الهجومات ديالو من عرضية جميلة لحطية الله وارتقاء خرافي من يوسف النصيري اللي قفز فوق الجميع وحط الكرة برأسية محكمة في شباك البرتغال. هدف الأول للأسود وفرحة هستيرية لمن كان يشجع المغرب. انتهى الشوط الأول ودخلنا الشوط الثاني اللي عرف هجمات خطيرة للبرتغال، وما زاد مخاوف المغاربة هو خروج اضطراري للعميد رومان سايز بسبب الإصابة، لكن لحمة الأسود بانت في هذه المواجهة النارية ودافعوا ببسالة على مرمى بولو. انتهت المباراة بسلام وفزنا بهدف لصفر وتأهلنا مربع الكبار وكتبنا التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي كيمر هذا الدور. خرجنا للشوارع واحتفلنا المغاربة والعرب، طموحنا كبر وولينا طامعين في اللقب في مواجهة بطل كأس العالم المنتخب الفرنسي في 14 ديسمبر بملعب البيت وبحضور رئيس الفيفا ورئيس فرنسا. وبلعنة الإصابات في ركائز المنتخب كنايف أكرد ورومان سايز انطلقت المباراة اللي شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، لكن مع البداية سجل المنتخب الفرنسي هدف الأول في الدقيقة 5. بدأوا الأسود البحث عن هدف التعادل، ومع اقتراب نهاية الشوط الأول سدد جواد اليامير مقصية جميلة ضربت البوطو خرجت وضع هدف التعديل. وفي الشوط الثاني شهدت المقابلة أداء رائع من الأسود وكان قراب من التعديل سوء الحظ وكذلك المهزلة التحكيمية وقفوا في وجه الأسود، وتمكن المنتخب الفرنسي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79. سالت المباراة بفوز فرنسا لتأهلت إلى النهاية ضد الأرجنتين والمنتخب المغربي ضد كرواتيا في تحديد المركز الثالث والرابع. دخل وليد الركراكي لهذه المباراة وعطى فرصة للبدلاء للمشاركة في المونديال مع إبقاء المصابين في دكة الاحتياط. في الشوط الأول تمكن المنتخب الكرواتي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7، وما داز جوج دقائق وتمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة بواسطة أشرف داري. وفي الدقيقة 42 سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني في مرمى بونو. وفي الشوط الثاني حاول المنتخب باش يرجع في النتيجة لكن بدون جدوى. انتهت المباراة بفوز المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث والمغرب بالمركز الرابع عالميا. هذا المركز كيوصلوا ليه غير الكبار، والمغرب كتب التاريخ واصبح من الكبار في المربع الذهبي. وكان اللقب للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي اللي فازت على فرنسا بركلات ترجيح بعد ما سالت المباراة والأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة. سال مشوار المنتخب المغربي في قطر ورجع المنتخب المغربي إلى أرض الوطن للدار لهم استقبال أسطوري من الجماهير المغربية والملك محمد السادس اللي وشحهم بأوسمة ملكية والد الركراكي وفوزي القجع بوسام درجة قائد واللاعبين بوسام من درجة ضابط، وحصل والد الركراكي كثالث أفضل مدرب في العالم. انتهت رحلة الأسود بمشاركة مشرفة في مونديال قطر 2022، ودابا عاد نقولوا بسم الله اللي جاي في الطريق. وكانت هذه هي قصة ومسار أسود الأطلس في المونديال من أول مشاركة عام 1970 بالمكسيك إلى المشاركة السادسة 2022 بقطر. فخر العرب وإفريقيا، ذكريات لن تنسى.